يا مساء الخير. بلشنا نكبر. سبوحة حبيبتي، طول عمرك. أبو العبد وأبو سطيف، قبل ما نغني لأنه بعدني مرعوب من وجودكم، على كل حال نشكر وجودكم الكثيف مع أنه فيش عشاء، بس مش قام طبقوا بعضهم روح يصيدوا دبب. قال له أبو سطيف من أن نصيد دبب يا أبو العبد؟ قال له دخيلك، هلا بعدين بشكرك مش هلا، بس لحكي كلمة معالي الوزير قوية كثير بدكم، بس لفوق عليا. قال له أبو العبد دخيلك، بياكلونا الدبب يا أبو سطيف. قال له شو بدك بشال أنت ماشي معنا. راحوا وصلوا هيك، قال له حطوا شفوتي بالتليفون ومشوا، وصلوا ورا شجرة كبيرة كثير هيك، وقف أبو سطيف عمل هيك. أبو العبد ورا، قال له انتبه شو بعمل أنا يا أبو العبد، تعال مثلي. قال له طيب شوي، طل الدب، عمل له أبو سطيف. أوه! طلع الدب هيك، عمل له هيك من ورا الشجرة. وركض الدب، أخذ الجفت أبو سطيف وطرقه، طق طق قلب. قال له أبو العبد كثير هين يا زلمة، مع إنه قطع قلبي فزع. قال له يلا روح جرب. راح وصل ولا شجرة أبو العبد هيك، ووقف صرصالي هاي شوي، طل الدب، عمل له أوه! وركض الدب. قوص ضربين ما طلعوش. وصل الدب هيك وتعمشق فيه لأبو العبد. أبو العبد حاضر أفلام أمريكانية مثل ما هلا، عرفت كيف الأمريكان؟ دغري قام حط إيده بتمه هيك للدب، اجته فكرة كيف بده يخلص منه، صار يعمل له هيك من تحت. صار الدب يعمل هيك. هيك وقع بالأرض، هو أبو العبد. أبو العبد وقف وقام يركض شي 100 متر هيك شوي، سمع الدب يعمل له أوه! طلع على وراه هيك، لقى الدب عم بيعمل له هيك برا الشجرة. استاذ وليد غنمية عم بيضحك يا شباب، من 400 سنة بعرفه بيضحكش، هلا عم بيضحك.